من خلال يا جماعه كلنا لازم نبارك للاستاذ ابراهيم المنيسي زفاف بنته منه الله اللي هي بنتي برضو. الله يخليك يا باشمهندس، وعقبال منك ان شاء الله. ويعني الى لاعب الكره محمد سالم قريبك، ها لاعب المقاولين العرب، فرد محترم. فيعني الف الف مبروك. طب اقول لهم مين اللي كان شاهد بقى؟ مين اللي كان شاهد؟ مين اللي شاهد؟ طبعا كان لازم تشرفنا يا باشمهندس، شرفني الاستاذ ابراهيم ان انا اشهد على عقد الزواج، وده طبيعي لان انا بشهد على عقد بنت اخويا وبنتي. وكنت بس المهم الشاهد الثاني. الاستاذ ابراهيم يعني حقق المعادله الصعبه، يعني الاستاذ ابراهيم كان حريص قوي انه يعمل اللي هو بيسموه ايه، الروح الرياضيه والوئام بين الاهلي والزمالك حتى في الفرح. فانا كنت الشاهد الاول وكان الشاهد الثاني صديقك العزيز عماد الدين حسين، وهو زملكاوي ورئيس تحرير الشيوخ وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس الشيوخ، صديق عزيز يعني وراجل محترم ومعتدل. وبالمناسبة يعني حطروا هذا الاعتدال معانا النهاردة في مقالة مهمة، في مقالة مهمة جدا عايزين نتوقف أمامها. فألف مبروك. شكرا يا باشمهندس. طيب شفنا هذه استنى يا شوارب، طب ما تورينا يا ابني. الله. ده جزء من بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم. الآنسة البكر، الآنسة البكر، الرشيد، الرشيد، منة الله إبراهيم منيسي، منة الله إبراهيم منيسي، الله محمد، وأنا قبلت، وأنا قبلت على ذلك، على ذلك، الله خير الشاهدين، الله خير الشاهدين. يعني اظن ما فيش اشهار امام الشاشات امام الملايين. فالحقيقه الاستاذ ابراهيم شكرا، استطاع ان يسعدنا بانه جمع ازاي عرف يجيب كل هؤلاء. لكن الحقيقه هو الراجل دي قيمته ومكانته عند الناس كلها، ما حدش اتاخر، كل الصحفيين والاعلاميين و الرياضيين والقيادات ومجلس اداره النادي الاهلي واداره القناه وقيادات القناه وكابتن نائب الخطيب، الحقيقه مشكورين. الحقيقه كلهم كانوا موجودين وحاسين الفرح فرحهم، وهو كان الفرح فرحنا الحقيقه. شكرا جزيلا يا باشمهندس، دي كانت اطلاله سريعه.